قولي عندك فكرة شكون استدعاك اليوم البرنامج يفتح قلبك ولا ما عندك؟ ما عنديش ولا أدنى فكرة ما خليكش ما غنعطيك لا أنديس ولا مؤشر ولا والو. شوف معايا مباشرة شكون استدعاك. عرفتها صالح؟ زوجة تاعي خولة. زوجة تاعك. وعلاش اليوم استدعاتك هكذا بالنسبة ليك زعما وعلاش؟ عندك فكرة ولا ما عندكش؟ ما عنديش فكرة. تحب تسمعها؟ خولة. خولة أختي احكي مع زوج تاعك أو يسمع فيك. صالح حبيت نجيبك البرنامج افتح قلبك، قولك راني مسامحتك على الماضي، قولك وكان مش ربي كتب لي أنا نمرض بهذا المرض أنت كنتش تلحقني، ربي هو اللي كتب لنا هذا المرض ولازم ننساوه ونعيشه ونتحداه، والطب الأطباء اللي ما همش هم يعاملونا بهذا المعاملة ونعيش حياتنا عادي ورغم الظروف اللي أنا عايشينها ورغم المرض اللي عندك أنت متعانيش غير مفياش، عندك مرض فقر الدم الحاد، وأنا مستعدة نوقف معك حتى لآخر لحظة في حياتي ونتمنى كي نموت صدقني انت على بالكش بالك ما على بالكش بهذه، بصح صدقني انا نتمنى دائما ندعي ربي ان شاء الله كي نموت ونموتوا في بلاص ما نخليك وانت ما تخلينيش، انا حياتي بلا بك ما كاش حياتي خلاص.